هل في كلاسيفيكيشن تانية؟ اه كلاسيفيكيشن اكوردنج للإتيولوجي. وانا يعني الإتيولوجي دي او الكلاسيفيكيشن دي حسب الإتيولوجي دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لانها بتساعدني على ان انا اعرف اللاين اوف تريتمنت اللي انا هستخدمه، بتساعدني على الديفرنشال دايجنوزز وعلى الفاينل دايجنوزز وهكذا. فانا عندي كلاسيفيكيشن التانية المهمة جدا بقى، اللي هي عبارة عن واللي احنا بنمشي عليها عادة، اللي هي عبارة عن اكوردنج للإتيولوجي. فمثلا عندي واحدة رقم واحد هي عبارة عن الهيريديتري. يعني ايه هيريديتري؟ يعني بتتنقل عن طريق الكروموسومز والجينز. يبقى الهيريديتري وايت اند ريد ليجنز عبارة عن ليجن بتتنقل عن طريق الجينز اند الكروموسومز، وهما دول اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. reactive ليجنز او بنسميها inflammatory ليجنز. reactive يعني ايه؟ يعني حصل etiologic factor او offending cause، والoffending cause ده خلى الميكوزا react in response ليه، واكيد ده هيكون ليه effect على line of treatment. يبقى reactive معناها ان عندي etiologic factor، etiologic factor ده خلى الميكوزا respond بشكل معين من الليجنز وليه effect على line of treatment. واحنا بنتكلم على reactive lesions طبعا ممكن ال etiologic factor ده يبقى عبارة عن heat، ممكن يبقى عبارة عن friction يعني trauma، ممكن يبقى عبارة عن chemical agent حطيته، ممكن يبقى عبارة عن radiotherapy whatever. يبقى ده ال reactive lesions وهنتكلم عنهم المرة الجاية بالتفصيل. طيب ال infectious agents، طبعا اي infection بتبقى induced by ايه؟ يا اما bacteria يا اما فانجس يا اما فيروس. من الاكزامبل على الانفكشس ايجنتس، في عندي بكتيريا زي مين؟ زي السبايروكيتس اللي بتعمل لي حاجه اسمها مثلا سيفيليتك كيراتوزيس، ان التانج بتاع العيان اللي عنده سيفلس يبدا يظهر عليه لون ابيض واسميه سيفيليتك كيراتوزيس. ودي من الحاجات اللي هي بري مالجنانت او بوتنشي مالجنانت ليجنتس المهمه، ان يحصل سيفيليتك كيراتوزيس نتيجه سبايروكيتس. ممكن نتيجة فيروس زي الناس اللي بيظهر لهم حاجة اسمها viral wart نتيجة الهيومن بابيلوما فيروس، أو الكوبلكس سبوتس اللي بتنتج في الميزلز، ودي من الحاجات برضو المهمة. رقم ثلاثة الفنجس اللي هي الأورال كانديدوزز، ودي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. يبقى من الانفكشس في حاجات بالبكتيريا، في حاجات بالفيروس، في حاجات بالفنجس. البكتيريا زي السبايروكيتس لما بتعمل سيفيليتك كراتوزز، الفيروس زي الهيومن بابيلوما فيروس لما بيعمل فيرال وورد، او الكوبلكس سبوتس اللي بتظهر في الميزلز. رقم ثلاثة ودي اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل اللي هي الفانجوس اللي هي الاورال كانديدوسس. رقم أربعة هي عبارة عن الايديوباتيك وايت اند ريد ليجنز. يعني ايه ليجنز لونها ابيض او احمر ومعرفتش اعمل لها اتيولوجي فبسميها ليكوبليكيا. ليكو طبعا كلمة ليكو معناها أبيض، وإريثرو يعني أحمر، فسميناهم ليكوبليكيا أو إريثروبليكيا. درماتوزيس يعني إيه؟ يعني السكين ديزيز لكن كان ليه أورال مانفستيشن، إكزامبل عليه لايكن بلانس أند لوبس إريثروماتوزيس. في بعد كده عندي الميسلينيس. ميسلينيس يعني حاجات وايت ليجنز مش عارفه احطها تحت واحد من الكاتيجوريز دول، زي مين؟ زي السكين جرافت وزي الاورال سيميكوس فايبروزز، ودول هنتكلم عليهم دلوقتي عشان نبقى خلصناه. السكين جرافت يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا اورال ليجن شلتها بسيرجيكال ريموفال مثلا، وبقى لازم اعوض المكان ده بحاجه بتيشو تاني، فروحت واخده سكين جرافت من اريا تانيه زي الثاي مثلا. طبعا دي حته من السكن لونها وايتش جراي ظاهره في الاورال كافيتي، وممكن يبقى ظاهره فيها الهير فوليكلز، فدي اسمها سكن جرافت. الحاجه الثانيه الناس اللي بيها عندهم حاجه اسمها اورال سب ميوكوس فايبروزز، ودي واحده من البوتنشلي مالجنت ليجنز المهمه جدا. دي بتظهر فين؟ بتظهر مينلي في انديا نتيجه ان هم بياكلوا حاجه اسمها الاريكا نوت. اريكا نوت دي سبايسي فود، مادام حاجة سبايسي يبقى clinical presentation بتاعها على طول ايه؟ هيدي inflammation، يعني هتظهر لي كريدنس، ممكن يظهر فيها erosion، ممكن ulcers، ممكن vesicles. على اللونج ران يبدأ طبعا لما يحصل irritation كده على طول السلايفا بتزيد، فبيحصل hypersalivation. لكن على اللونج ران مع استمرار الاريتانت انه يكون موجود
بيحصل رياكشن بقى مختلف، يبدأ الكولاجين فورميشن كديفنس ميكانيزم يتكون وما يحصلوش ديجراديشن، يبدأ يحصل فايبروزز في التيشوز المختلفة، فيبدأ يحصل مثلا في الميكوزا، في التونج، في السوفت باليت، فيبدأ يحصل inability ان هو يقيت، ان هو يسبيتش، ان هو يسواله، مش عارف لا ياكل ولا يشرب ولا حتى يصفر ولا يبلع. مش بس كده، ده السليفري جلانس يحصل فيها فايبروزز فيقل السليفيشن فيحصل لي زيروستوميا. احيانا بتوصل ان يحصل له في الاستيكين تيوب فايبروزز كمان، فيحصل له ديفنس ما يعرفش يسمع. طبعا دي واحده من البوتنشال مالجنت ليجن وبالتالي لازم تتشال سيرجيكالي، اذروايز يعني هتقلب لمالجنسي. يبقى ده الاورال سابميوكس فايبروسيس. طيب لما اجي اتكلم عن اي وايت ليجن، طبعا احنا دلوقتي هنبدا نتكلم على الهيريديتري وايت ليجن. لما اجي اتكلم عن اي وايت ليجن بتكلم فيها عن ايه؟ لازم اتكلم على الديفينيشن بتاعها. الميديسين مش من الحاجات اللي بتتحفظ، الميديسين بتفهم. فعشان افهم اي وايت ليجن او اي ليجن عموما لازم ابقى عارفه الباثوجينيسيس بتاعتها اتكونت ازاي، ولما افهم هي اتكونت ازاي هقدر اطلع منها الكلينيكال بريزنتيشن، ومنها من الكلينيكال بيكتشر بتاعتها اقدر اطلع كمان الهيستوباثولوجي، ومنها اطلع اللاين اوف تريتمنت او المانجمنت بتاعها. يبقى انا هعرف الديفينيشن، كلينيكال باثوجينيسيس، كلينيكال بريزنتيشن، ومنها الهيستوباثولوجي طبعا والمانجمنت. انا عندي هيريديتري وايت ليجنز اكزامبلز عليهم ايه؟ عندي ليكوديما، كلمه ليكو يعني وايت وايديما يعني ووتر، وايت سبونج ديفيس، هيريديتري بناين انترا اثيل سكراتوزس، حاجه اسمها دارير ديزيز بس مش هناخده، وعندي الوايت بعد واحده من الوايت هيريديتري ليجنز اللي هي ال فور دايجرامز. اول واحده من الوايت ليجنز اللي هنتكلم عليهم الهيريديتري وايت ليجنز هم عباره عن الليوكوديما. ايه هي الليوكوديما؟ دي ما بتعتبرش باثولوجي، ما بتعتبر ايه؟ بتعتبر التريشن او وايت التريشن of the oral mucosa، وبنقول عليها white condition موجودة في ال oral mucosa. بتظهر ازاي؟ بتظهر as a white و diffuse water locked condition. water locked يعني ايه؟ يعني كأن الميكوزا تحتيها مية، تحتيها fluid، وهو ده فعلا اللي حاصل في الهيست باثولوجي. الهيست باثولوجي مدام عندي لون ابيض يبقى ده عندي keratosis، وحاصل عندي acanthosis يعني increased thickness of the prickles layer، وانترا ابيثيليال فلويد فورميشن او اكستنسيف انترا ابيثيليال ايديما. يعني ايه؟ في انترا ابيثيليال ايديما حاصله او فلويد فورميشن بزياده. بتتميز بايه؟ بتتميز انها بتظهر مينلي في الباقه الميكوزا وبتبقى بايلاترال. لما باجي اعمل اكزامينشن او عايزه اشوفها بشوفها ازاي؟ اول حاجه بقول للعيان لو سمحت افتح بقك، وانس انه فتح بقه هبص الاقي عندي الوايت ديفيوز لوكت ووتر لوكت لايت ليجن دي او كونديشن. لما اجيب الميرور واحاول اعمل ستريتشنج هلاقي الليجن اللي عندي دي بتديسابير اون ستريتشنج. الله، راحت فين؟ الفلويدز اللي كانت موجوده بدات تهرب لتحت اكتر، وبالتالي الليجن مش موجوده. وانس ان انا شلت الميرور الاقي الليجن بتبقى بتري ابير مره تانية او بتريتير مره تانية. يبقى بتتميز بايه؟ بتتميز بان هي كان بي او كان بي كان ديسابير اون ستريتشنج اند ريتيرن باك اجين وانس ان انا عملت ريموفال للستريتشنج. هل هي بوتنشال مالجنت؟ لا خالص، ولا ليها اي سيجنيفيكانس غير بس ان انا عارفاها، وبالتالي مش هحتاج ان انا اعمل بايوبسي من غير ما يكون العيان يعني محتاجها. يبقى دي عباره عن واحده من الهيريديتري وايت كونديشنز بتبقى كونسيدرد از التريشن فروم ذا نورمال. الوايت ليجن دي او الوايت كونديشن دي بتابيرز مينلي على الباقه الميكوزا وبتبقى بايلاترال، بتبقى وايت ديفيوز ميلكي او بقول عليها فيلمي او ممكن اقول عليها ووتر لوكت لايك، بديسابير اون ستريتشنج اند ابيرز مور او ابيرز اجين اون ريموفال اوف ستريتشنج. ملهاش اي سيجنيفيكانس وملهاش اي لاين اوف تريتمنت. الهيستوباثولوجي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها keratosis, acanthosis, and intraepithelial edema.
دي بالنسبة لليوكوجين. الليجن التانية اللي او الهيريديتري وايت كونديشن التانية اللي احنا هنتكلم عليها عبارة عن ايه؟ عبارة عن الوايت سبونج نيفس. ايه هي الوايت سبونج نيفس؟ من اسمها دي عبارة عن وايت كونديشن هيريديتري سوفت سبونج ان نيتشر. زي ما احنا شايفين كده السيرفيس بتاعها كورجيتد او ريجولر، هل هي ليها اي بوتنشاليتي انها تقلب مالجنسي؟ خالص ملهاش اي بوتنشاليتي المالجنسي. ممكن تظهر فين؟ لو اورالي ممكن تظهر على البكال ميكوزا، بتظهر بكال ميكوزا، ممكن تظهر على الفلور اوف ذا ماوث، ممكن تظهر في اي اريا اوف ذا اورال ميكوزا، ممكن تظهر كمان في الفارينكس والاسوفجس، ممكن تظهر اكسترا اورالي او ممكن تظهر في الريكتم وال جينيتاليا. هل ليها اي سيجنيفيكانس؟ ان انا ابقى عارفاها عن ليجن تانية بتظهر اسمها وايت سبونج سوري هيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوسيس، يبقى لازم افرقها عن ليجن تانية اسمها هيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوسيس. طبعا ده غير بقى ايه الشكل بتاعها، انها شبه حاجه اسمها ليكوبليكيا هنقولها بعد كده، شبه فريكشنال كيراتوسيس وات ايفر. فبس اهم واحده اللي هي الهيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوسيس. يبقى ده الوايت سبونج نيفس، دي عباره عن وايت سوفت سبونج نيتشر بتظهر او كونديشن بتظهر على الباكال ميكوزا مينلي، ممكن تظهر على الفلور اوف ذا ماوث، ممكن تظهر في الاسوفاجس او في الفارنكس. الكونديشن دي بتبقى هيريديتري ومينلي يعني بتبقى كورجيتد سيرفيس ووايت وسوفت سبونج ان نيتشر. بتظهر امتى؟ بتظهر ات بيرث، بما انها نيفس، نيفس يعني زي النيفس زي الميلانوتيك نيفس كده، فبتظهر ات بيرث. بتتميز بايه؟ انها بتنكريز في الانتنسيتي باي ذا تايم، يعني عماله بتزيد، كل ما يزيد العمر كل ما بتزيد في الانتنسيتي بتاعتها. امتى تظهر يعني توصل للماكسيمم انتنسيتي بتاعتها؟ بتوصل للماكسيمم انتنسيتي بتاعتها عند البيوبرتي. يبقى دي الوايت سبونج نيفس، دي عباره عن وايت كونديشن appears as a white soft diffuse sponge in nature على البوكال ميكوزا او على الفلور اوف ذا ماوث، وممكن طبعا في الفارينكس والاسوفاجس. بتبقى corrugated surface او irregular، بتتميز ان فيها كيراتوزيس واكانثوزيس اند يعني هايبر كيراتوزيس، سواء طبعا كان اورثو كيراتوزيس او بارا كيراتوزيس. الليجن دي او الكونديشن دي لازم افرقها عن ايه؟ عن رقم واحد هيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوزيس، وغيرها بقى من الليجنز التانية اللي هنقولها بعد كده. ايه اهم حاجة بتميزها؟ انها بتظهر ات بيرث وبت increase في الانتنسي باي ذا تايم، ولكن بتوصل الماكسيمم انتنسي بتاعتها عند البيوبرتي. ايه الحاجه كمان المهمه اللي فيها؟ ان انا لازم افرقها قلنا عن هيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوزيس، وان ملهاش اي لاين اوف تريتمنت لان هي اساسا ما هياش بوتنشالي مالجنت. ده بالنسبه للوايت سبونج نيفس. نيجي بقى نتكلم على الهيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوزيس. بالنسبه للميديسن يعني في ليجنز كده لازم نذاكرها مع بعضها، ليه؟ عشان اعرف افرقها عن بعضها. الليجنز دي من اكزامبل على كده عندي الوايت سبونج نيفس والهيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوسيس، الاثنين دول شبه بعض جدا ومهمين جدا ما عدا هما تلات اختلافات عن بعض. ايه هي الهيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوسيس او ال HBID؟ دي عباره عن وايت سبونج سوفت condition بتعتبر alteration from the normal hereditary، بتظهر mainly في امتى؟ لو نفتكر الوايت سبونج نيفس كانت بتظهر عند امتى؟ عند at birth. هنا بقى بتظهر during the first year of life، في اول سنة من العمر. الليجن دي بت increase برضو يعني by the time، لكن بت يعني بت يعني بتوصل للماكسيمم انتنسيتي
امتى؟ التاني الوات فونج ليفز كانت ات بيوبرتي، هنا بقى ات التينز. تمام. يبقى دي عبارة عن white soft sponge nature، برضو ليها corrugated surface، بتظهر برضو على الفلور اوف ذا ماوث وعلى الباقة الميكوزا وممكن الفلور وممكن على lateral surface of the tongue. بيميزها ايه؟ بيميزها انها بتظهر during the first year of life، increase in intensity، وبتوصل للماكسيمم intensity at ال teens. طيب ايه تاني بيميزها؟ بيميزها ان هما يعني ليها extra oral manifestation مهمة جدا جدا جدا، اللي هي عبارة عن ال eye manifestation. الليجن دي بتتميز بانه ايه؟ ان انا عندي على ال eye بيبدأ يظهر عندي اوبيك جيلاتينس لاير على الاي او على الكورنيا. باي ذا تايم بيحصل فاسكولاريزيشن للكورنيا. وانس ان الكورنيا بقت حصل فيها فاسكولاريتي، بدأت ايه يحصل بلايندنس، فالعيان ده بص الاقيه بقى بلايند. يبقى دي عبارة عن الهيريديتري بيناين انتراوكيلار ديسكراتوزيس، انها عبارة عن white sponge soft gelatinous lesion، موجودة على different areas من الميوكس ممبرين. بيميزها ايه؟ بيميزها طبعا انها cannot be rubbed off، يعني مقدرش اشيلها، وان هي اهم حاجة فيها ان ليها eye manifestation. عشان كده لازم لما اشوف حاجة زي ال white sponge nevus لازم ابعته لل ophthalmologist علشان يشخصها هي انهي واحدة فيهم. طيب بتبان ازاي؟ بتبان في او اللي هي الاي مانيفستيشن بتاعتها بتبان ازاي؟ بتبان الهيريديتري بناين على الاي از جيلاتينس اوبيك لاير على الكورنيا. وبعد باي ذا تايم طبعا دي بتظهر امتى؟ بتظهر في السبرينج وبتريجريس مع السمر، يعني على الصيف كده بص يلاقي ان بدات الكونديشن دي تقل. اهميتها ايه؟ طبعا انه ممكن مع الوقت ابص الاقي بيحصل فاسكولاريزيشن، وبالتالي ابص الاقي بيحصل بلايندنس، العيان بقى بلايند. عشان كده لازم العيان ده احوله للايه؟ الاوفثالمولوجيست. طيب ايه الفرق بقى التالت؟ انه هنا الابثيليوم فيها حاجه اسمها ديسكيراتوزيس. يعني ايه؟ يعني within الابثيليوم في عندي ديسكيراتوتيك سيلز. ديسكيراتوتيك سيلز يعني الابثيليال سيلز بقت ايزونوفيليك وبدأت تظهر as epithelial pearl، عاملة زي اللولي. فده التالت اختلاف ما بين ال white sponge nevus and ال hereditary benign intraepithelial dyskeratosis. يبقى مرة تانية، hereditary benign intraepithelial dyskeratosis دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن hereditary white condition بتظهر mainly during the first year of life، وبت disappear او sorry increase في intensity، وبتوصل ل maximum intensity بتاعتها at teens. بتتميز بتبقى انها white و soft sponge in nature على الباقة الميكوزا وعلى الفلور وعلى lateral surface of the tongue، لكن ليها extra oral manifestation اللي هي ال eye manifestation. عبارة عن ايه؟ ان يبدأ يظهر opaque gelatinous layer على الكورنيا. by the time هي بتظهر mainly في spring وتبدأ ت increase او تريجريس، يعني بتقل في ال intensity بتاعتها على summer في الصيف. مشكلتها ايه؟ ان ممكن باي ذا تايم العيان يبقى بلايند، لان بيحصل فاسكولاريزيشن للكورنيا. المفروض ان الكورنيا دي زي ما خدنا في الاوفثالمولوجي ان هي ما هياش فاسكولار، يعني افاسكولار، وبالتالي لو حصل فيها فاسكولاريزيشن وبدات تظهر فيها كابيلاريز وبلاد فيزلز، لا بدا يحصل بلايندنس. بتتميز بايه في الهيستوباثولوجي؟ بتتميز ان فيها عندي ديسكيراتوتيك سيلز، يعني سيلز كده ابنورمال اسمها، او يعني فيها تشينج في الشكل بتاعها اسمها ايزونوفيليك ابثيليال سيلز، بدأت تكون كيراتين بشكل مختلف فبيبقى شكلها ابثيليال بيرل. هل ليها لاين اوف تريتمنت؟ لا، اورالي ملهاش اي لاين اوف تريتمنت، لكن لازم اعمله ريفيرال للاوفثالمولوجيست علشان ما يحصلش بلايندنس للعيان. رابع كونديشن او هيريديتري وايت ليجن ممكن نشوفها هي الفوردايز جرانيولز. ايه هي الفوردايز جرانيولز؟ نقول كده الديفينيشن بتاعها، ده عباره عن ectopic sebaceous glands mostly appear in the buccal mucosa, labial mucosa, vent floor of the mouth or vermilion border. طيب
نفنط كده الديفينيشن بتاعها. اكتوبيك سبيشيس جلانس. اكتوبيك سبيشيس جلانس يعني ايه؟ اكتوبيك معناها ان انا عندي نورمال ستراكشر appear in abnormal site. normal structure appears in abnormal site يعني ايه؟ السبيشيس جلاند مكانها الطبيعي انها تظهر على السكين، لكن لسبب ما بدأت السبيشيس جلاند دي بدل ما كانت موجودة بس في السكين بدأت تظهر كمان على الأورال ميكوزا او على الفيرميليان بوردر اللي هو مش المكان الاصلي بتاعها. لكن رغم ان هو في abnormal site الا ان هي فضلت محتفظة بالنورماليتي بتاعتها، ما هياش اتيبيكال سيلز، ما هياش اتيبيكال جلاند، نورمال جلاند. يبقى دي عبارة عن نورمال ستراكشر ان ابنورمال سايت. طيب بتتميز بازاي او بايه، انها بتظهر ازاي؟ تبقى عبارة عن يلوش وايت سبوتس اون ستراتشنج، بتبقى مور اكسنتويتد. يعني ايه يلوش وايت سبوتس؟ كده نقط موجودة على الليبيال ميكوزا، على البقال ميكوزا، ممكن على الفلور، ممكن تظهر على الفيرميليان بوردر. لما بعمل ستراتشنج بتبقى مور اكسنتويتد. هل ليها اي سيجنيفيكانس؟ خالص ما فيهاش اي حاجه ولا لاين اوف تريتمنت ولا اي حاجه، الا اذا احيانا لما بتيجي على الفيرميليان بوردر ساعات بتبقى فيري اكستنسيف وممكن تاثر على الاستاتيك اوف ذا بيشنت. فلاقي العيان بيقول لا مش عايز المنظر بتاعها، خصوصا لو هي بنت ولا حاجه، فتقول مش عاوزاها. فيبقى الحل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا بنعمل لها سيرجيكال ريموفال. يبقى مره تانية انا عندي ال فورداز جرانيوز، دي عباره عن اكتوبيك سيبيشيس جلانز. الاكتوبيك سيبيشيس جلانز دي بتتواجد فين؟ بتتواجد في ال ابنورمال سايت اللي هو زي الاورال ميكوزا او على الفيرميليان بوردر. ايه سيجنيفيكانس بتاعها؟ ولا اي حاجه غير ان انا اعمل لها ديتكشن او دايجنوزس بان هي عباره عن يلوش وايت سبوتس. اللي هو يلوش وايت سبوتس دي بتبقى مور اكسنتويتد اون ستريتشنج وملهاش اي سيجنيفيكانس ولا لاين اوف تريتمنت، الا اذا بدات تعمل لي ديسفيجرمنت على الفيرميليان بوردر، فممكن بعمل سيرجيكال كوركشن باني اعمل لها او سيرجيكال ريموفال يعني عشان اشيلها لو عملت ديسفيجرمنت. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على الاربعه هيرديتري وايت ليجنز. نعمل كده يعني سمري كده بسيط للي عملناه النهارده. احنا قلنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على الوايت اند ريد ليجنز. قلنا اول حاجه ليه الليجن تبان لون ريد او الميكوزا تبان ريد وتبان وايت. بعد كده اتكلمنا على انه عندي ديفرنت ميثود للكلاسيفيكيشن of the white and red lesions. ممكن اقسمها على حسب الكلينيكال بريزنتيشن، هي كراتينايزد ولا نون كراتينايزد ولا الترايشن فروم ذا نورمال، او ان انا بقسمها على حسب الايتيولوجي، وده اوقع عشان يساعدني في اللاين اوف تريتمنت وفي الديفرنشال دايجنوزس. فقلنا ان في عندي الهيريديتري وايت ليجنز ودي اللي اتكلمنا عنها النهارده، اتكلمنا وقلنا في رياكتيف اللي هتكلم عليها المره الجايه، هنتكلم على الايديوباثيك اللي هي ليكوبليكيا وارثروبليكيا، الدرماتوزيس، وبعدين قلنا في عندي الانفكشس زي الاورال كانديدا، وفي عندي اخر حاجه اللي هي الميسلينيس، ودول قلناهم النهارده اللي هي السكين جرافت والاورال سابميوكس فيبروسس. طيب النهارده قلنا برضو ايه هم الهيريديتري وايت ليجنز. اتكلمنا عن ان هم عباره عن الليكوديما، الوايت سبونج نيفس، هيريديتري بنين انتراكتيف ديسكراتوزس، والفورداز جرانيوس. قلنا الليكوديما اهم حاجه بتميزها ايه؟ ان هي بتديسابير اون ستريتشنج وتريتيرن باك اجين وانس ان احنا شلنا الستريتشنج او الميرور، ما فيهاش اي حاجه تانية غير انها فيها انتراكتيليال اديما. تاني واحده الوايت سبونج نيفيس، قلنا بتميزها ايه؟ ان هي بتبقى وايت وسوفت سبونج نيتشر كوريجيتد. الفرق بينها ان هي عن الهيريديتري بيناين ان هي بتظهر ات بيرث، انكريس في الانتنسيتي، ماكسيمم انتنسيتي بتاعتها بتبقى عند البيبرتي. رقم 3 ان هي في الهيستوباثولوجي عباره عن اكاثوتس وكريتينايزيشن وخلاص. لكن لازم افرقها عن الهيريديتري بيناين انتراكتيليال ديسكراتوزس اللي بتظهر امتى؟ بتظهر during the first year of life، بت increase في intensity، maximum intensity بتاعتها بتبقى عند the teens. اللي بيميزها ان هي بتبقى في الهيستوباثولوجي فيها حاجة اسمها epithelial pear، ودي عبارة عن discratotic cells، يعني epithelial cells بتطلع keratin abnormal discratotic discratosis. يعني
ايه كمان بيميزها او ايه اهميتها؟ ان هي فيها اي ليجن، والاي ليجن بتاعتي عباره عن ايه؟ ان بيبقى عندي جيلاتينس اوبيك فيلم على الكورنيا، باي ذا تايم هبص الاقي بدا يحصل فاسكولاريزيشن في الكورنيا، وده ممكن يخلي العيان يبقى بلايند. هو ده اللي بيميزها. اخر واحده اللي هي الفور دايز جرانيولز، وقلنا في الفور دايز جرانيولز ان هي بتبقى عباره عن اكتوبيك سبيشيس جلانس، يعني ابنورمال سايت اللي هو الاورال ميكوزا او الفاميليان بوردر، ظهرت فيه نورمال ستراكشر اللي هي السبيشيس جلانس، اللي بتبقى عباره عن اكتوب، يعني ظاهره ازاي؟ عباره عن يلوش وايت سبوتس موجوده، بتبقى انكريز في الانتنسيتي او بتبقى مور اكسنتويتد اون ستراتشنج. طبعا اهم حاجه قلناها النهارده اللي هي او يعني خدنا بالنا منها، ان انا مفيش ولا واحده فيهم قلت ان هي potentially malignant، ولازم نبقى عارفين يعني ايه potentially malignant lesion، لان هنلاقي كذا واحده من ال white and red lesions بعد كده بيبقوا potentially malignant، وده طبعا بيأثر على ال line of treatment بتاعي of the lesion. عايزين للمره الجايه ان شاء الله كده نفكر في الرياكتيف وايت ليجنز، اللي هما لما بيبقى عندي اوفندنج كوز بيأثر لي طبعا على البرزنتيشن، بيأثر لي على اللاين اوف تريتمنت بتاعي. هنلاقي في كذا واحده فيهم بتبقى بوتنشالي مالجنانت، هنقول كلمه irreversible، وهنعمل كده زي كويز سريع على الهيرديتري وايت ليجنز والكلاسيفيكيشنز. ثانك يو.